عشاق تربية النحل حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التقسيم العمودي للنحل في الحقيقة هي أول تجربة، أول مرة يعني نستعملها في مناحلنا، وهذه السنة بالذات استعملناها. في عملية التقسيم العمودي هذه هناك أدوات أساسية، وهي الحاجز الملكي وغطاء لوحي كان أو بلاستيك، المهم يكون مفتوح في الوسط، وخلية يعني صغيرة بحجم 5 أو 6 إطارات بدون قاعدة. ملاحظة إخوتي الكرام، هذه العملية يعني عملية التقسيم العمودي للنحل تستعمل فقط مع الخلايا القوية والتي قد تبرمج للتطريد يعني الطبيعي. إخوتي الكرام، أول الأشياء يعني التي سنبحث عنها هو إطار البيض. إطار البيض يعني هو مهم في هذه العملية، يتم نفضه من النحل جيدا يعني بدون نحل. هو في الحقيقة كل الإطارات التي سنأخذها أو التي سنضعها في الخلية الصغيرة هي بدون نحل، سنقوم بالعملية بدون نحل، أخذ إطارات بدون نحل. نفعل بالضبط يعني الإطارات المأخوذة نفعل بالضبط مثل ما نقوم به في التقسيم العادي، يعني ليس هناك تغيير بالنسبة لأخذ الإطارات، وهي أخذ إطار بيض وحضانة مفتوحة، يعني شروط تقسيم إطار بيض وحضانة مفتوحة وحضانة مغلقة وحبوب لقاح وعسل. لا ننسى شيء واحد، كل شيء من هذه الإطارات يعني هو مهم. المهم يعني نضع الإطارات التي ذكرناها بالضبط في الخلية الصغيرة، ونقصد بها الخلية ذات 5 إطارات. نستعمل هذه النوعية يعني من الخلايا الصغيرة للضغط على النحل، وحتى لا نترك له المساحات يعني الشاسعة، وأيضا حتى نأخذ طرد صغير فقط من الخلية الأم. كل الإطارات التي سنأخذها كما قلنا بدون نحل. نحن سنأخذ 3 إطارات من هذه الخلية فقط، وهي إطار بيض وإطار حضانة وإطار عسل، حتى لا نضعف الخلية، لأننا إن شاء الله في الأيام المقبلة سنستعمل معها يعني طريقة ديماري ونعدها لإنتاج العسل، وسنكمل يعني بقية الإطارات الأخرى من خلية يعني خلية مغايرة، خلية أخرى يعني ماذا سنكمل لها؟ سنكمل لها إطار حبوب لقاح وإطار آخر يعني من العسل، يعني يصبح عندها 2 إطارات عسل. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما تشاهدون إخوتي الكرام إطار عسل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، إطار جيد يعني إطار ممتاز، عظمة الخالق في خلقه. كما ذكرنا إخوتي هذه طريقة التقسيم العمودي للنحل. في الحقيقة كما قلنا نحن جربناها فنجحت معنا، ونسبة نجاحها كانت 100%، ولذلك أردنا إعادة الطريقة وتصويرها لكم حتى تعم الفائدة على الجميع. مكان الإطارات التي أخذناها تعوضونها يعني بأساسات شمعية، يعني تضعون 1 يعني آخر حضانة حتى يعني تتوسع فيها الملكة، والأساسين الآخرين تضعهما يعني خلف الإطار الآخر حتى يتوسع فيهم النحل. يعني بعد يعني أخذ الإطارات نضع الحاجز الملكي، نضع الحاجز الملكي ونمسكه جيدا، يعني نمسك الحاجز الملكي على الخلية السفلية جيدا، ثم نضع يعني فوق الحاجز الملكي الغطاء اللوحي،
أو البلاستيك، كيف ما تشاءون. المهم كما ذكرنا يكون مفتوح في الوسط بحجم الخلية العلوية، وتكون الخلية العلوية بلا قاعدة، يعني مثلها مثل العاسلة. يعني ما نوصي به إخوتي الكرام هو قفل المنافذ والثقب والشقوق بين الخلية السفلية وبقية الأدوات، حتى لا تكون مرتع يعني للأعداء والنحل السارق. نحن أخذنا يعني من الخلية الأولى ثلاثة إطارات، وسنكمل لها من الخلية الأخرى إطارين. أنتم يعني ممكن تأخذون كل الإطارات من خلية واحدة. يعني نحن كما ذكرنا نحتاج إلى أن تبقى الخلايا قوية، ولذلك اخترنا خلية أخرى حتى نكمل منها بقية الإطارات. أكيد أن بعضكم يتساءل لماذا كل هذا التعب؟ قد تكون الطريقة متعبة، فلماذا لا نقسم نحلنا كالمعتاد وانتهى الأمر؟ نجيبكم أعزائي، أولا ليس هناك لا تعب ولا شيء، العملية لا تتطلب حتى 10 دقائق أو حتى أقل، ربما تكمل العملية أخي الكريم أخي النحال أختي النحالة في 5 دقائق. ثانيا يعني ما الحكمة من هذه العملية التقسيم العمودي للنحل؟ النحل هذه الأيام وخاصة الخلايا القوية شرسة وعدوانية جدا، ولذلك لن يتسنى لنا بسرعة رؤية الملكة، قد تتعبونا أثناء البحث وقد تسقط على القاعدة مع النحل يعني. ونحن كما قلنا في بداية كلامنا بأن هذه الخلايا نريدها أن تبقى قوية وتبقى ملكتها معها، حتى نستعمل يعني مع هذه الخلايا طريقة دماري أو الطرق الأخرى مثل طريقة المرادي أو طريقة دماري بليس أو طريقة الملكة الوهمية إلى غير ذلك من الطرق المعدة لجني العسل. وجميع الطرق أخوتي الكرام تقريبا يعني شرحناها سابقا على نفس هذه القناة. عند إتمامكم للعملية كاملة تدخنون على باب مسرح الخلية السفلية حتى يصعد النحل يعني بسرعة للأعلى، وبعد تقريبا 5 ساعات يعني في نفس اليوم، بعد 5 ساعات أو 6 ساعات تعودون وتنزلون الطرد المتواجد في الخلية العلوية. نحن نستعمل معه الترحيل حقيقة إلى أماكن أخرى يكون أفضل بالنسبة لنا، أما أنتم ممكن يعني وضعه في مكان في المنحل مع تضييق باب المسرح ووضع قليمة الحشائش أمام يعني باب الخلية، والنحل وقتها سيبرمج مسكنه الجديد. نتمنى أن الطريقة كانت مفيدة، لنستمر إخوتي الكرام ولنواصل يعني، فقط ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم الجديد بسرعة. الله معكم وإلى اللقاء.